يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تكثف مصر جهودها لزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، إذ دفعت مصر اليوم ب 350 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى القطاع. المزيد يطلعنا عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم آخر التطورات الإنسانية والميدانية من أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري. وربما التطور الأهم اليوم هو الجهود المصرية المكثفة لزيادة شاحنات المساعدات، حيث دفعت مصر وجهزت اليوم 350 شاحنة يعني تمكن من العبور والدخول إلى منفذ كرم أبو سالم، 228 شاحنة، وربما البقية تأتي في خلال هذا اليوم للدخول إلى منفذ كرم أبو سالم، وهذا يأتي تجسيدا للوساطة المصرية التي يعني أكدت عليها مصر في الدفع بمزيد من الشاحنات خلال الفترة القادمة، بناء على ما تم وجاء في اجتماع القاهرة الثلاثي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. الصورة اليوم للشاحنات التي دخلت وربما تعود الآن يعني بعد أن أفرغت حمولتها، بعض هذه الشاحنات التي أفرغت الحمولة وعادت بالفعل إلى ساحة معبر رفح البري مرة أخرى، فيتبقى على الجانب الإسرائيلي أن يسمح بدخول أكبر عدد من هذه المساعدات. هذه الشاحنات بخلاف الشاحنات المتواجدة والمتراصة في مدينة العريش والتي تأتي تباعا إلى ساحة معبر رفح للدخول إلى الأشقاء الفلسطينيين، وهم بحاجة كبيرة وماسة إلى هذه المساعدات، خاصة المساعدات الطبية، لأن الوضع الصحي هناك يعني داخل قطاع غزة يعاني من تدهور كبير بسبب نقص الإمدادات الطبية ونقص الوقود الذي أدى إلى خروج عدد كبير من المستشفيات عن العمل، وهذا ما صرح به الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك نقص في الأدوية الخاصة بأمراض القلب والسكر خاصة للأمراض المزمنة أيضا، فبالتالي لابد من ضخ كميات من الإمدادات الطبية المختلفة. وأيضا يعني الوضع الميداني، لازال القصف مستمر في مدينة رفح الفلسطينية ونسمع دوي هذه الانفجارات، وربما منظمة اليونيسيف حذرت من أن يعني علاج أكثر من 3000 طفل بسبب سوء التغذية الحاد مهدد بالانقطاع بسبب عدم وصول المكملات الغذائية إلى مدينة رفح وإلى قطاع غزة. فبالتالي مصر لازالت تكثف الجهود لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة بإرسال العديد والمزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.